وأظلنا شهر السلام طيف يزور بكل عام فإذا أهل هلاله في الكون ينحسر الظلام في الكون ينحسر الظلام ونفوسنا تهفو له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حلقة تضبات إن شاء الله تعالى وحنك هدلي دونا آدابته صونك أوليه إنه وصوكوبين وقتنا كفى ذي سنين بإذن الله تبارك وتعالى وحن لنا هاي آدابت صونك وحكوك تعجيل الفطر إن قفك صوما أفرك أود الدجيو أو ضاهنين مربق الرحضة ضيد عضو إنو الدجيو أفرك نبي عليه الصلاة والسلام محولية حديثك سهل إنو سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ورضاه لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة ضدك كزول ما يان خير إنت الدجيني أن أفرك اللي يراهدو والرحضة مرد عينيو حاد همدو باتيو كذائيو لو متل قليني مربع ذلك الرحلة دعوه والله أفوري نبي عليه الصلاة والسلام وكقولها إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر صائم هدوها بينكي هل كان كاسو قابلو مالين كنا حقا أسيد برجيذيو قل رحلنا أي دعوه قفك صوماني وأفوري حكما أو حقيقة. عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه وأرضاه يا وحيري وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام عن صفر لصعنه نبي عليه الصلاة والسلام يا وحيري يا فلان هبلو دق ونقو صويقي يا وحي لو تو وحيري هبلو دق ونقو مركز سحابي وحيري رسول الله لو أمسيت هكذا على قرحة ما سكتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيري انزل فيدح لنا وردق ونقو مركز سحابي جن وحيري يا رسول الله لو أمسيت رسول الله هكذا على ما سكتي مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيري انزل فيدح لنا وردق ونوقو مركز صحابي وحيري يا رسول الله إن عليك نهارا نبي الله ما لم بدجوكته مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيري انزل فيدح لنا وردق ونوقو مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحيري إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر صائم ورهضاد أركتان هبينك أنت إذا كسوا قابل قفك صوبا وأفوري بمعنى وحلوج إذا مربع ذي قرح ذي دعاضه وقد كيذا قشو وكاقر صونته وحبا إنا سير الرئيسية مال دراسي فوشي اللهم باهني مربع ذي دعوه خلاص أفر إن لدى دجيال ربا ساسي نتاهي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام عذاب الصونك وحكم ذي قفك الصوماني إنو هبينك سحورته وسحورته عنه تدو حجر لها يا سحورته مربع ذي عشي هبينك خلاص يالي التوسين وانسك السيحان فجر كونها ليك عيه سال ما أقوله سحورته إن لعنا لربا أو الله سحورته أو سحورته لعنه محايا النبي صلى الله عليه وسلم وحوليه يتسحروا فإن في السحور بركة ورسحورته محايا لسحورته بركة كسو غني مركة وحل الرياديني وبركة ماها إنا لوليه عنتف ربضا عن عبتان فربضا عب وحا استعمال إنو لي ماها وحاوي صوك عضو هل حبوه تمر الله كدهو هل قلاسو بي الله كدهو هل كبيس الله كدهو واحد عنتو وحون أفكا هذا قلي ساد بركة أوهشيد وحل الرياديني وبركة ماها وحكالي سأوجد وحال رواقفك مؤمن كي مربع هذه بركة الله شيئا إنه بركة ذا كفى إذا يستو محايل بركة ذا ووحل طلبيه ولو ذر هذين إيه نبي قلنا عليه الصلاة والسلام مركو رابكة دعيه وكي أنتو إسفير قاوي ونبي صلى الله عليه وسلم مريس إسك قاضي وكو رابكي نبي كي سؤلي والصحابة ده نبي الله محاد عي وركا نبي صلى الله عليه وسلم ويري إنه حديث أهد بربي ربي يكعسب يا حقيسة بل نبي عليه الصلاة والسلام مال الله كياني عبيتان الله كياني يا شراب مركو عبي ميدك تيسا وحافر ديه وولير بيد حديسا وحافر ديه اوضيال وولك يراه وحويري مو ادميسا اوضياشن ووينو اشياخ ذا واذا ارضا انا وانانسي عبيتانك وحويري نبي الله لا اوثر بنصيبي منك نصيبك ايقا انكو قوليه هاي بركة هذا قفك لنا ادوره هسوين نبي الله ايوب عليه السلام ساقو قبي سنيو باوحا قصو داتي رجل جراد من ذهب وحا ضم ليس جماعة كورنيو ayaha oo dahab ku soo daatay markaas nabiyullah ayub wuxuu bilaabay inuu haahaabto oo urursado maradiisu ku urursado dahabki rabbi subhanahu wa ta'ala wallahu wuxuu yiri alam aghnaytuka an hada ayubu sokama kaafinin
سو كامل ديقين سو هانتيكم السينين واحد أرسلنا يتمحوى مركاسو أيوب عليه السلام محيري ربي يو حاوات إقاد ديقضي لكن لا غنى لي عن بركتك بركة هذا كمان مارمو محايا له حق هذا كي ماذا وحن ووح بركيسا بركة أرسلنا يبويري نبي عليه الصلاة والسلام وحونا أمري إنان فرها اللي الليفنو إنان حيرادة يصحن كأن مردينو ونقعان تمرينو إن لقمذي نقد عادي آن قادنون ترترنون عنو إن تاو محلو سمينيا فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ما قرنيسان انتذين هالك بركة أيتهي ما إنت صحن كوهرتيبا ما إنت فرها الرعدبا ما إنت نورك كاقد عادبا ما قرن كرتيد وحل رهدين وبركة مرك سحور تمحالي رهدين يا مرك بركة تصحروا فإن في السحور بركة سحور تبركة كسواني سحور تهير النبي صلى الله عليه وسلم مركة لوكي النبي صلى الله عليه وسلم أولى حديثك ابن حبان طبراني أي ورنين إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين على المتسحرين الله إيه ملائكتي سبق وحي كصلينيان ويؤدو عينيان ويأمانيان كوا سحورته مركة صلاة ربي سبحانه وتعالى سلي جيسي دعيسي أهشو وإنا سحورته وسحورته أضعنته بل سحورته وفارغة نور حياء النقى أهل الكتاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولها فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحري innagi ahlul kitabka soonkoodi iyo soonkeena farqi u dhaxeeyo waa saxuurta oo la cuno saas uu yiri nabiga kaleeyhi salaatu wasalaam waxaan la rabaa saxuurta noocaas oo la cunayo in dib loo dhigo baa la doonaya oo dib ay noqoto oo 7 saaxiibnimo 8 saaxiibnimo 9 saaxiibnimo aad cunine waxaa la rabaa dib u dhig fajarka markuu intuusan dhalan wali markuu dhaw wax yar ka hor inaad cuntaa la rabaa oo saa markaa u dhameysataba adinki dambe la gaaro waqtigiisa fajarkii uu dilaca la doonaya زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه وحيري وحان لصحور أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام أنس با وحيري آذانك يا صحورته ما يقعد حيسي مركز زيد وحيري قدر 50 آية كنتن آية ضد إن الأخرية قعد حيسي كنتن آية ضد وحوي آدنا أقعد ديرين آدنا أقعد قامنين قف قراءة الدجيني وبوسينين وأخرينين قف آد وعرب علصن وأخرينين يقف رد حاضة وأخرينيو آية ضد رد حاضة وقف رد حاضة وأخرينيو ومركو حلو بهاي هي صحور تلفت هذا إن دي بلاديكو إن تابو وشفقة ومضن لاد نمرنيو إن ليه هذا أفرك إن ده دجي صحور تندب ليه ونمرن ومضن لاد نمرنيو وي وحيابها آداب الصوم كالسكر ربها كم ذي إنه قفك بضيع صدقة إيه وبحسي إنه بضيع نبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن عباس وكيقولها كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس النبي صلى الله عليه وسلم ضدك متك أضيق بضمبوها متك أضيق سنبوها وكان أجود ما يكون في رمضان النبي صلى الله عليه وسلم وحوصي ديخ سنة بشهر رمضان مكي لقاره حين يلقاه جبريل جبريل مكو الله كلمه وقرآن كنبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه جبريل ولا مراجعين ولا آخرين مركاس وحوصي ديخ سنة فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة النبي محمد عليه الصلاة والسلام حتى وكد يقبضنا وكد يخسي سنة حق خيرك دباش الله دري بوكيدك دقبضنا بمعنى دباش وحلا ما يلقارنا كوها هكتو النبي صلى الله عليه وسلم مرنبا ما هكينيني خيرك ودي دقبضناه marku xaal raba qofka muslimka inuu sadaqaysto oo sadaqo bixiyo oo waxa loo baahan yahay bisha ramadaan oo kaafa iyo sadaqada kaafa iyo sadaqada bisha ramadaan way farabadan tahay idcaamu taam baa kamid dadkii la qoodiyo oo dadka la afuriyo oo dadka wax la siiyo oo dadka waxay ka suxuurtaan la siiyo oo waxay ku afuraan la siiyo oo dadka laga farxiyaal raba nabi sallallahu alayhi wasallam xadiidkii abu daawud wakii uu aha ayyuma mu'minin at'ama mu'minan mu'minki mu'min qoodiya ala ju'in gaaja ka qoodiya أطعمه الله من ثمار الجنة الله كقود يا مريها الجنة حديثك أبي داود ونكامس أبو داود وحكامس أنا صالح وسو سجح رساليس أهل مكة وأدري وكشي جي النبي صلى الله عليه وسلم وكيقولها من فطر صائما قفكي قفص ومن أفوريا كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر صائم شيئا قفكي أفوريا قفص ومن أجر كيسو كروليه خاصة شيء قفك صومن أجر كيس لون سقامني بمعنى قفك صومن أجر كيسو بحال صيني هذا يعني ضدك آد أفوريسي أجر كذا كره أيار لغو صيني هل كانوا حاجة فضيلة يا منقبة يا درجة قيمة بدن واللب هي قفك مسلم كإنه أستاجو ولا لذي سحسيه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أنت ولا لك أحنج جبي آد أفور الرادين آد عنتو الرادين آد ونقل الرادين ربي سبحانه وتعالى أذيعنا حرقة هذه أمور هذه أيضا بكوتو توسينو كوحر حريو كوها جيني حلو بها هي مركة قفك مسلم كا إنو إطعام كاس وكود دالو صدقة أو الله بحيو عموما وحاوي وحي كئلا لسا قفك نارتا نارتو يكئلا لني نبي صلى الله عليه وسلم وكيقولها إتقوا النار ولو بشق تمر وارتمر جيح هذا بألا كدي نارتا إسكت دورا وكي نبي صلى الله عليه وسلم قولها حوالها ما أنت داها يسطو بروي قدافيان بل نبي صلى الله عليه وسلم وكيقولها مركو أهلاكم التكاثر وأخري يقول ابن آدم مالي مالي مالي
ابن آدم كحوله حولهيجا حولهيجا هنتذي إذا وحصوله فهل لك من مال إلا ما أكلت فأفنيت محولة اللي ذهي حولها صاحب انطرنا ما يسمعها أو لبست فأبليت أما تكون لبستور نركني قتيه أدبالي سود وغيس سماها أو تصدقت فأمضيت أما آسد غيستو آخر أظهر مرست سماها محولة كلا اللي ذهي صدقه مركا نار تيكها إلالين صدقه وحي كدفع عدا قفك بلا يده يا حنونك يا مرضك يا دباتوين كورن بيك الدفاع ذا النبي صلى الله عليه وسلم وكيولها صنايع المعروف تقي مصارع السوء معروف يا وناقو الله سمايه قفكو حكي إلى لسا إنه صحن أولينتو بيكي إلى لين صحن إنه أولينتو ويكي إلى لين هدو معروف سمايه معروف الله سمايه يكو حكي إنه قدتك اللقو ذيو أو واح لو صدقيسو أو واح لو طرو وإيه لو حنققبو أو لو أذيقو واح لو قبتو صدقه وحيابها فضائش الليذ وحاكمي ذي زيادة في الرزق إرزاقه ده لغو زيادة إرزاقه ده ولغو زيادة ولغو كرديني محايا إلا إن تقرض الله قرضا حسن يضاعف لكم الله داد سبحانه وتعالى قرضي حق إسكاس ميسان الله وإذن زيادين مركو حلوب بهاي قفك إنو إلهي سبحانه وتعالى وحا ما هيو صو ربنا سبحانه وتعالى أضعافا مضاعفة وأصيه نبي جينا عليه الصلاة والسلام وحير ما نقص صدقة من مال صدقة من نسقى مسحوله من نسقى مسحوله بل ويزيادني أو ويكرديني أو ويبضني نار تابا دفاعي كتهي صدقة هدو قف واح صدقة يستو نار تيك الدفاع عيسى هدو قف واح صدقة يستو جنوه قليا نبي جينا عليه الصلاة والسلام حديثك تضبضي سنفي أو هارك الله هرسان يسمى لنا هرجل حكم دها ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه رجل صدقيس صدقه وقري صدقدي الى اي كو اوغانين غانتيسه بيدخدا waxay bixineysa gacanta midig ay ko oogaanin xallo baahanya marka qofka muslimka inuu ku dadaalo sadaqadaas inuu ku dadaalo oo bishan ka faa'iideysto wa aadaabta sonka kamid tahay waxa kamid ah aadaabta sonka duwamu taqwallah allah ka cabsiga in la daaimo bimaana an yajidaka allah haythu amarak wa alla yajidaka haythu nahak meesho allah ku diray oo ku dhahay aan ka helo wa in rabbi waan taaganahay wa iwaa ko ina dhahdo meeshu ku yiriyaan ku arkin wa inaad ka qararto dibda uusan ku arkin marka waa imtithalul awamir wa ihtinabun nawahi wuxuu allah subhanahu wa ta'ala ku diray awamirtiisana u hoggaansam wuxuu allah ka reebana ka qarar oo ka dheero waxa kamid ah aadaabta inuu qofka quraanka kariimka uu akhriyo oo badiyo bishan akhrinteeda maxay yeelay salafkii rahmatullahi ta'ala alayhim dhaqanka saasaha dhaqanka nabi maxamed ba saasaha saxaabada dhaqankooda saasaha al-imam ash-shafi'i rahimahullahu ta'ala وحالي لي كان للشافعي في رمضان 60 ختمة لحدا جرب القرآن كده ميجا الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه الإمام البخاري صاحب الصحيح سون وحالي لي بشهر رمضان مانو والبختم لهاي مالو والبهد منجري الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى ما كل جرب بشهر رمضان وكعر رجله مجالس أهل العلم جي الله أنتوا كعروا بكتابك القرآن كيقابل جري الإمام سفيان الثوري سير نقل كيس صاصة كلوا هايو عبادوين كان انتو اكاديو بقرآن كقابل جري او بالله بجري انو اخريوه سيدو اكروح الاسكية بهاي هاي تجديد طوبة اذاب تاكمي تاينو قفك طوبة وعسبونيسيو ومر البطوبة كينو وربي سبحانه وتعالى او وذنوب ربي سبحانه انو كرافو يجيسو محايا الى الله وحوليه وطوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون انو قفك طوبة كينو النبي صلى الله عليه وسلم وكيقولها يا ايها الناس توبوا الى الله ورددوا الله طوبة كينو فإني أتوب إلى الله في اليوم فإني أتوب في اليوم 100 مرة ما ننكي بقول دير يعني الله سبحانه وتعالى أنيق وتوبة كيناي توبة روح أباهنتها شروط أي أباهنتها أو شروط إذا حكم إذا الإقلاع عن الذنب إنه قفك الذنب يكفقه وحال رواء الندم إنه قفك الندم الندم وتوبة نسعى صولها الندم إذا إن شاء الله يتدي عكم حيوتي محد ذنب يأسمي محيقي وحاصر وتوبة إنه قفك أويه وحال رواء إنه عزم يقوان كجارو مرضى إنه صن كلها منين حدو حق آدم ويا هنا وإنه قفكي آدم جاه ابن آدم جاه وكحر على شاله مرك هذا حقوق ابن آدم يسوي رح يسوي هيد أنت هسا نكسو جبينينا جلسنا أنت هن جلسنا كلك كل مضانة أسد جدات هذا بالله توفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.